رسالة طمأنة وجهها وزير التربية محمد علي بورديري إلى عائلات التلاميذ، مفادها تواصل الحوار مع الأطراف النقابية المعنية، ومنها الاستعدادات لإجراء الامتحانات الوطنية وإنجاح السنة الدراسية. هذه الامتحانات التي أريد أن أطمئن العائلات مرة أخرى على أنها قادمة وأنها ستدور في أجواء جيدة نتيجة أولا الحوار المتواصل مع الأطراف النقابية ومع ممثلي المدرسات والمدرسين، والتي ستتواصل مع كل أعضاء الأسرة التربوية، ونحن أعددنا لها كل العدة من إطار تربوي ومن دعم لوجستي كذلك، كل كبيرة وصغيرة أعدت لهذه الامتحانات. كما أكد وزير التربية سعي الوزارة إلى حل إشكال العلاقة الشغلية التي وصفها بالهشة بين وزارة التربية والمعلمين والأساتذة النواب. نحن ذاهبون في توفير كل مستلزمات النجاح المدرسي في المستقبل، من بين ذلك وعلى رأسها الاهتمام بمشاكل المدرسين والإطار التربوي وحل مشكلة العلاقة الشغلية الهشة بين وزارة التربية وبين المعلمين والأساتذة النواب. هذا الوضع لا يمكن أن يتواصل، هذا الوضع يجب أن يتوقف، ويجب أن نعتمد على أساتذة ومعلمين يتمتعون بالحد الأدنى من شروط العمل اللائق، وهذا سنعمل عليه وبتوصية من السيد رئيس الحكومة وبمتابعة وتدقيق من السيد رئيس الجمهورية. هذا وقد استأنفت الهيئة الإدارية للجامعة العامة للتعليم الثانوي أشغالها بشأن قرار حجب الأعداد. الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي الأسعد اليعقوبي وفي تصريح إعلامي أشار إلى أن الهيئة لم تتوصل إلى قرار نهائي بعد نقاش مطول تمحور بالخصوص حول تقدم المفاوضات مع وزارة التربية وحول كل السيناريوهات الممكنة وتقييم مسار التفاوض بعد قرار إبقاء الهيئة مفتوحة منذ الأسبوع الفارط.